إيمان العاصي، محمد فضل، اهلا بيكم في بودكاست ذا ستوري، وانا متشرفه بيكم جدا النهارده. عشان القصص اللي هنحكيها النهارده، وفي قصه بالتحديد يعني لمستني انا شخصيا جدا، وكنت حابه قوي ان تتيح لي الفرصه ان احنا نتكلم فيها بالتفصيل، فمنوريني. وهبدا معاكم كده، نرجع بالشريط لورا شويه عشان ممكن نقول نبدا من نقطه بدايه الامتحانات الصعبه اللي جت في حياتكم انتوا الاثنين مع بعض. انا عارفه ان هي ممكن تكون بدات من عند محمد الاول في 2012، فهنبدا من دي النقطه اللي هنبدا منها والقصص هتتتالى بقى. هي بدات من عند ايمان الاول مش انا، بدات عند ايمان لما اتجوزتني، فبعدين بدانا يعني. انتوا بقالكم كام سنه متجوزين؟ يناير احنا بقى 20 سنه ما شاء الله. بس اعرفها من وهي بيبي يعني. يعني لا يعني احنا كنا مع بعض في النادي طبعا، وهسيبها ان هي تتكلم في الحته دي، بس الاول نسمع. انا مبروك على البروجرام، وبروجرام خطير. ويمكن اول تعارف بيني وبينك كان عن طريق هشام خرمه في حدث كاس امم افريقيا. مظبوط. وشرفتوني جدا، وعملتوا الامباكت بتاعكم كان قوي، كان في الدرو في الهرم. مظبوط. والناس ما تعرفوش بقى يعني، معلش استاذنك يعني ان اقول ان انت برده في حته الفن والحته الايفنتس والاوبريشن بتاعت الحاجات دي قويه جدا، ف يعني جود لك. شهاده كبيره جدا والله، يعني كومينج فروم يو دي يعني حاجه كبيره عندي والله. ميرسي جدا يا محمد بجد. والبروجرام المسج بتاعته حلوه جدا، عشان كده يمكن ايمان ما قالت لي في الاول متحمس جدا. البدايه بقى، يمكن انا اعرف الاول انا وايمان احنا ساكنين جنب بعض، بس احنا ما كناش نعرف احنا ساكنين جنب بعض يعني جنب بعض، غير اما مثلا ممكن بنتكلم كان دخلت منتخب وانا عندي 17 سنه. اوكي. لكن طول عمري اعرفهم واحنا صغيرين في النادي. فلا 20 سنه ده جواز، وقبليهم خطوبه كان سنه تقريبا، سنه وشهرين تقريبا. وبعد كده خلاص بقى يعني، هي قبليها اعرفها، فالابتلاء من عندها هي مش من عندي. انا من عندي كانت احسن حاجه في حياتي. لا بس يعني واضح انها قصه حب من زمان يعني. اعتقد يعني ان برضو المشوار اللي بيبقى طويل قوي كده ده بيبقى ربنا مختار ناس معينه تكمل بعض بشكل معين، بيهيئهم ويجهزهم لامتحانات معينه. فانتوا الاثنين فعلا مثل حي ده، وعشان كده انا فعلا سعيده بان احنا النهارده بنعمل اللقاء ده معاكم انتوا الاثنين مع بعض. هبتدي معاك يا محمد من 2012. صح. كان بقالكم شويه متجوزين، حياة كانت ماشية لذيذة والدنيا كانت ماشية طبيعي، بعدين حصل ايه في 2012؟ بصي، الاول احنا يعني انا وايمان اتجوزنا يناير 2004. اول ما اتجوزت على طول، يمكن لغاية دلوقتي انا بقعد اقولها، احنا زي اي زوج وزوجة يعني بنتخانق ساعات كتير، بس كل شوية ما بنتخانق مهما كان بقعد لوحدي. يمكن اول مرة تسمع الكلام ده بقول لو انا رجع بيا هي دي، فكل مرة هي دي طبعا طبعا يعني ما فيهاش كلام يعني. وانا مش من نوع الايموشنال خالص، خلي بالك هي كده انا عكس كده تماما. بس بعد الاحداث دي بقيت كده، ما بقتش كده في التعامل بس بقيت كده في الاحداث. يعني ممكن تلاقيني في موقف معين دمعت، انا ما كنتش كده خالص. 2012 الحياه عموما كل ما بنكبر، كل ما بيجي اوقات معينه الناس ما بتبقى خلاص بقى سنه الحياه، فبتلاقي باباكي مش موجود، مامتك مش موجوده. دي الطبيعي اللي احنا ما كناش حاسينه، او الناس مش ما بتحسوش غير ما بتشوف المواقف. 2012 يمكن اختي قبليها قبل ما تتوفى يعني كان عندها كانسر، وانا بالنسبه لي عندها كانسر بتسافر كانت بتعالج في بلجيكا وترجع. ايمان كانت اكتر واحده متابعه جدا. انا من كتر الصدمه مش عاوز اعرف، مش عاوز اسمع، مش عايز تعرف تفاصيل. لا مش عاوز اسمع ومش عاوز اعرف ومش عاوز ابقى انفولد خالص في الموضوع ده. فايمان هي اللي كانت طبعا موجوده مع امي الله يرحمها، وعلى طول كان امي كان في بوند وبين اختي كبير جدا على طول مع بعض. واختي مش ست، مش يعني مش بنت بس، لا ست ب 100 راجل. كانت بتشتغل وكانت عندها 3 ولاد وكانت قويه جدا واندبندنت جدا. جينا في الاخر خالص، اخر شهر ده تحديدا يعني، ده ممكن قبل كده واي حاجه ايمان تتكلم ان هي تعرف تفاصيل اكتر مني بكتير. انت كنتي بقى اب كلوز
مليون في المية يعني. فأنا قبل ما انهي واديها طبعا الفلور يعني آخر شهر أنا كنت في نادي أنا بدأت في الأهلي الأول صيد بعد كده أهلي بقى وتدرجت لغاية ما الفترة دي كنت أنا في سموح نادي سموح في اسكندرية. كنت نسمة بجد بدخل على الموبايل كل يوم بكلم صحابي كلهم اللي هم ليهم اللي هم يعرفوا التفاصيل بتاعت الكانسر وكده دكاترة وبدخل أشوف إحنا وصلنا فين. كنت بروح أخذ القطر الصبح أوصل اسكندرية بجد الكلام ده أنا بقولوش إن أنا أبين حاجة خالص بس أنا بحكي. أنا فاهمة جدا. أنزل محطة القطر أجري ألحق أدخل قبل التمرين بنص ساعة أتمرن أرجع أخذ القطر عشان ما ينفعش عربية في الحاجات دي كلها وأرجع أطلع المستشفى أفضل قاعد معاها لغاية مثلا 12 بالليل واحدة أرجع البيت تنام تصحى نفس الموضوع لمدة شهر وأبص بقى أشوف إحنا وصلنا ستيج إيه طب إيه طب الموضوع والحالة كانت متدهورة. لا خلاص كان خلاص لغاية ما وصلت مرحلة كمان خلاص بقيت عارف إن هي أيام قليلة. دي كانت البداية. وبعد كده حتى يمكن أنا اللي عرفت يعني إحنا كنا معاها في المستشفى ساعتها ودخلت بقى خلاص الآي سي يو ورجعت انا بابايا ومامتي ده كان اليوم يعني وانا اللي بلغت فده كان صعب جدا بلغت انا يعني خدت الخبر وانت اللي محتاج تقوله للعيله يعني لا قلته دخلت بابايا ومامتي طبعا عمري ما هنسى يعني بابايا ومامتي واخويا كانوا معايا فقلت لهم وبعدين قلت لاخويا خليك معاهم ورحت انا المستشفى بقى دخلت بقى على اختي بقى طبعا صعبه يعني دي كانت البدايه الصعبه قوي 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 واختي دي كانت بتعتبرك ان امي يعني مامتي فعلا تخيل فرق 11 سنه اختك الكبيره اختي الكبيره فرق 11 سنه في اختي في اكبر بس دي يعني امي فكان فرق 11 سنه صعبه يعني انا فضلت انا اللي كنت موجود مفيش حد جه بعديها اصلا كمان في الحته دي غير تاني يوم كان اول يعني اول ممكن نقول انكاونتر ان انت تبقى تفقد حد عزيز عليك قوي او حد من المقربين او قول عليهم اللوفد وانز ده انا ابتلاء انا مجرباه فانا فاهمه جدا اللي انت بتقوله وفاهمه العلاقه ما بين الاخ والاخت بتبقى يعني علاقه ثمينه فيري بريشس فهي بتبقى الواحد بيقعد كتير حتى عشان يستوعبها او يفهم ان ده حصل او يبقى متعايش مع فكرة انه الشخص ده ما بقاش موجود في الحياة وهو لسه موجود. الاخوات كمان بحس ان بيبقى فيهم كده بوند معينة جدا صح مختلفة يعني روحانية جدا صح صح عشان كده انا كنت ببقى باخر فترة يعني كنت برجع اطمنها على اولادها ان هم عندها 3 اولاد كنت بقول لها ما تقلقيش على طول كنت ببقى عاوز اديها مسج ان هي تبقى مطمنة. كان اول مرة يمكن عشان ايمان عارفة ان انا ناشف شوية احنا عائلتنا ناشفة شوية فكان في الفترة دي وانا بصلي كنت بعيط بابا نهار ودي حاجة عمري ما كنت حسيتها فدي كانت اول خبطة شوية طبعا اول خبطة طبعا وبعدين اول ابتلاء صعب شوية ابتلاء صعب ومن ساعة النقطة دي يعني توالت الابتلاءات توالت او الامتحانات يعني هي كان ليها دور عمري ما هنساه مش بقول كده عشان هي قاعدة ولا عشان قدام الناس ولا اي حاجة بس هي يعني لولا ايمان تحديدا ان هي ايمان هي بتحب البرفكشن وبتيجي على نفسها بقعد على فكره بتخانق معاها في كده ان هي دايما عاوزه تساعد الناس عاوزه تبقى احسن حاجه للناس مش ليها فهي كانت مع اختي قوي وبعدين كانت مع مامتي قوي وبعدين في الفتره دي كانت معايا انا قوي وحتى بعد ما امي الله يرحمها توفت هو بابايا جه عاش معانا فانت فاهمه ابقى انا في معسكرات وهي تبقى في بيت وفي جليس مع بابايا فالموضوع عامل ازاي؟ لا يعني حاجة يعني اعتقد ربنا بيختار ناس معينة في الدنيا انها يبقى عندها القدرة انها تتحمل ده وتعرف تتعامل معاه ويعني لو ده بيدل على حاجة بيدل على قد ايه انت بجد شخص very special يعني وspecial لان انا بحس ان الابتلاءات عامة ربنا بيختار ناس اعتقد او دي وجهة نظري انا بشوف الموضوع من المنظور ده ان ربنا بيختار الناس اللي بيمتحنهم امتحانات صعبة زي دي او ابتلاءات ان هو بيصطفيهم ان دي حاجة ليها ثواب كبير جدا اجر الصابرين عند ربنا اجر كبير جدا اجر الناس اللي بتبقى راضية بقضاء ربنا اجر كبير جدا
فبحس ان هو ان دل عن حاجة بحس انه بيبقى ربنا الواحد راضي عنه او بيمتحنه عشان يرفع من شأنه اكتر فوق. هو بيبقى الواحد chosen chosen بالظبط دونا عن ناس كتير يعني بالزبط. ساعات الواحد بيقول طب اشمعنى انا، طب اشمعنى الاختبارات دي ليا انا، طب ده انا كنت ماشية جنب الحيط، ده انا بالذات كنت بعمل كذا وكذا وكذا لكل الناس عشان فاكره ان ده مثلا الفورمولا اللي هتخليكي بروتكتد او كده، بس هي سبحان الله ربنا بيبقى له حكمه مختلفه تماما. ده حقيقي. وهنرجع تاني ل 2016 عشان انت يوم 14 اسفه 2014 انا رجع تاني ل 2014 لان حصل حدث 2012 اختك صح، بعدين 2014 مامتك. اه 2014 مامتي كانت هي واختي طبعا واحد. اليوم اللي انا بلغتهم فيه انا يعني بصي انا بابايا طلع زعيقه كده عمري ما انساها من جوه جدا، وانا ما حسيتش بدي غير في ابني اسماعيل، يعني عمري ما حسيت بدي خالص. فطلع صوت جامد جدا، وبعدين نزلت رحت المستشفى. بعد كده مامتي كانت هي واختي واحد، مامتي ما كانتش عاوزه تعيش خلاص يعني بعديها على طول خلاص يعني. واحنا كنا قاعدين بس كان الحاجه اللي مخليها دايما للولاد ان ولاد اختي فهي مسؤوله، وكان عايزه ترعاهم طبعا عايزه طبعا. ففضلوا قاعدين بيقاوموا. خلي بالك هي مراحل، ففضلت قاعده لغايه 2014 لغايه ما برده كان ايمان على طول مع مامتي على طول. وحصل حاجه فراحت تعمل تشيك اب، اكتشفنا ان هو دايما بقى في بروسس كده معينه، ما طلع حاجه في ظهرها كانت وجعاها، فروحنا عملنا تشيك اب. رحنا بقى طبعا بصينا حللنا الموضوع ده، طلع كانسر وستيج يعني كده. ف يعني الموضوع ما عادش كتير يعني، هو فرق ما بينهم بين بعض اولموست سنه ونص، سنه وكام شهر يعني. بنتكلم في يعني كملوش سنتين. اختي في شهر 5، هي مامتي شهر 3 2014، اختي 5 2012، مامتي 3 2014 على طول يعني. ف يعني حصل الموضوع ده، كانت صعبه جدا طبعا على اي حد. انا مش قادره اتخيل حتى. ثم ربنا دايما لما بينزل ابتلاءات بصي بينزل رحمه وطبطبه وكل حاجه، وناس حواليك جدعان جدا وفي حاجات كتير جدا. فلما حصل الموضوع ده بابايا كان الرساله ان لازم بابايا يبقى معايا، وبابايا ما كانش عاوز يعني، عاوز دايما يبقى مش تقيل ومستقل وكده ومش عايز تقل على حد. فبابايا جه معايا عاش معايا، فبقى عندي رساله ان بابايا معايا انا وايمان طبعا. هو اصلا وقت ما حماتي توفت كان قبليها اصلا بما فيش 3 اسابيع كانت جدتي، وانا كنت متعلقه بيها جدا سبحان الله. الوقت ده كنت حامل في اسماعيل، فاسماعيل جه يعتبر في تاني شهر حمايه جه قاعد معايا، يعني هما جم مع بعض البيت ومشوا مع بعض من البيت، بس هما اللي جم مع بعض يعني فرق كام شهر يعني. حماية جالي كنت حامل مثلا في السادس او السابع فاكر، ويعني فرق 3 شهور كده وجم فعلا مع بعض ومشوا مع بعض. ولو شفتي درجة البوند اللي كانت ما بينهم يعني كان بيحبي عشان يطلع له السلم. واسماعيل كمان اعتقد مجيته في الوقت ده كانت طبطبه رهيبه. لا لا طبطبه رهيبه طبعا. هو خلي بالك هو الوحيد اللي يعني طبعا ربنا يحفظ ولادنا طبعا جدا وهم اغلى حاجه لينا، بس هو كان حاجه تانية خالص يعني. هو يعني لا يعني انا معايا مثلا تحديدا انا كنت بعمل حاجات عمري ما عملتها يعني. لو عملت ولاد انا اللي بقول ايمان انزلي سيبي لي اسماعيل، انا هغير له انا هتصرف كل حاجه. لا كنت انزل مثلا الشغل اقول له خلاص انت سيبيه نايم شويه انا هوديه الحضانه، اكلمه في نص اليوم الاقيهم راحوا ما ودوش الحضانه وخرجوا مع بعض. وده تيبكال مش محمد خالص يعني خالص. هو اسماعيل اصلا اكشلي جه ما بينه وما بين ولادي اولموست 9 سنين 10 سنين. انت عندك ولد وبنت كبار؟ عندي ولد، عندي تقي تقي عنده جميل ما شاء الله في ثانيه جامعه، وعندي شريفه داخله اولى جامعه ما شاء الله. واسماعيل كان المفروض دلوقتي يبقى اولموست 9 9 سنين. بس هو كان بهجة يعني، هو عارفة خلاص كنت انا اصلا مش بريبيرد خالص. وبعدين جه الحمل في وقت ما كانت حماتي تعبانة، فكنت حاسة اللي هو كان توقيت غريب جدا. ربنا ليه حكمة في ده اكيد. وكان بكمبليكيشنز رهيبة ومش عارفة ايه وكده. وبعدين حماتي حتى كانت بتعمل راديشن وقتها، ما ينفعش ادخل مستشفى، فبقعد استنى في العربية
يعني كان في حاجات كده اللي هو كنت بحس ده وقت صعب قوي. سبحان الله سبحان الله. وبعدين جه اسماعيل. انا شاكره اسماعيل جه في رمضان ولا قبل رمضان على طول؟ الولاده يعني رمضان. في رمضان مش يعني هو جه في رمضان. واحنا دايما كل حاجه كانت مربوطه سبحان الله برمضان. رمضان لا هو اعتقد جه قبل رمضان على طول. طلعت المستشفى على رمضان انا فاكره كويس عشان كان حمايه معايا، وكنت عايزه اعمل نفس سيتنج البيت اللي احنا كنا عايشين فيه عشان كان حماتي موجوده، اللي هو اول يوم عندنا في البيت يبقى احفاده معاه ولاده معاه كده. وبعدين اول عيد ميلاد اسماعيل كان في رمضان، تاني عيد ميلاد اسماعيل في رمضان، ثالث واحد لا، وبعد كده توفى في رمضان قبل ما يكمل 4 سنين. فسبحان الله. نقف هنا وقفه، نقف عند الحته دي وقفه مهمه جدا، لان طبعا دي قصه. ده كان يوم الجراديويشن بتاعه. انا عارفه، ويعني على قد ما هي حاجه تقيله عليا ان انا اسالها وتقيله نتكلم فيها، بس انا قادرين تحكوا لي اليوم ده؟ طبعا طبعا. ممكن احكي لك قبله بقى. انت في كان في ساينز، في ساينز رهيبه، كان في ساينز قبلها اولا غير احساسي كأم. احنا 2018 بنتكلم، احنا اتقابلنا انا وانتي، اتقابلنا في المطار بتاع المطار كنت طالعين الغردقه وورلد كاب بتاع كوكاكولا، وكان معاكي حد حكى قصه لحد انا اعرفه. فاكره كويس. وانا اتفزعت. فاكره كويس. ان انا كان جوايا اختلاط مشاعر ان ده هيحصل، بس شايفه وجاي منين. فجالي هزه رهيبه اليوم ده. لان اسماعيل كان قبليها في يناير، هو اسماعيل توفى في 31 مايو في جانوري بعد حمايه بحاجه بسيطه، كان قاعد بيلعب وبعدين سكت وقال لي مامي انا عايزه اقول لك على حاجه، انا زعلانه قوي. فبقول له ليه يا ميلو؟ فقال لي عشان انا هموت وانت هتزعلي قوي. فقلت له ايه اللي انت بتقوله ده يا اسماعيل؟ اتخضيت خضه. هو ما كانش همه انا هموت، انا انت هتزعلي قوي. فبعديها كنا في عمره ورجعت، هو جاله دور التهاب رئوي رهيب ودخلنا المستشفى، وكان دور وحش قوي وقعد في المستشفى اسبوع. واحنا خارجين حسيت ان زي ما تكون حاجه فادت حاجه، يعني يمكن this is why he felt كده، يمكن كده. بس كان قلبك حاسس ان في قوي حاجة... انا كنت بشعه بقى اخر شهر ده قلبك مقبول لدرجه يعني. ان هم عارفه كان في خاتم كده اللي بيعمل الوان الايموشنز، انا كنت ديستربد اللي هو بيطلع مثلا كل الالوان في نفس الوقت، لا كنت ديستربد جدا وحاسه ان في حاجه وقلبي مقبوض. بعدين اسماعيل كان بينام جنبي لغايه اخر يوم. فكنت بصحى من النوم احط ايدي على قلبه كاني حاسه ان في حاجه هتحصل. وبعدين هو كان يوم التخرج بتاعه يوم 31 مايو، وهو كان طالع عامل رول بلاي اساسي هيغني اغنيه، مش عارفه اقول اسم المستشفى ولا لا، يعني مفيش مشكله، مستشفى مجدي يعقوب للقلب. فانا كنت معايا تليفون وهو واقف جنبي، كنا نازلين معزومين على الفطار، فكل شويه يوقف يقول لي مامي علشان قلب كل قلب كل طفل يفضل يدق اتبرع لمؤسسه مجدي يعقوب للقلب، انت كده مش بتنقذ حياه طفل، انت بتنقذ حياه عيله. وانا ابص له، كان معايا واحده صاحبتي على التليفون، هو ماله اسماعيل؟ ويكررها 3-4 مرات. This is when لما تاني يوم الموضوع حصل، لما جيت الست تدفع الدية كنت عارفة الدية راحة فين، هو سايب الورث فلوسه رايحة فين. سبحان الله. فكان رايح يغني اللي هي الأغنية بتاعت لما القلب يدق. فهو كان بيركب العربية يقولي لما القلب يدق، فروح شايلة ايده من على قلبه، تعملش كده يا اسماعيل، مش عارفة ليه. بس سبحان الله الأغنية دي كان فيها ساينس كتيرة قوي، اللي هي دور فيك على الحاجة اللي تملي تقويك، حارب اصل اللي وشاور عليا، حارب اصل الاستسلام ما يقلقش عليك. كلها رسائل كان رهيب واضحه. وبعدين اليوم ده صحينا من النوم، محمد ما كانش جاي معانا، كنت انا اللي رايحه. انا فاكره قوي ان انا قمت لبست، وهو كان قلت له روح هات هدومك، طلعت له هدومه على السرير، كنا رايحين الحضانه بقى اخر يوم وبيتخرج. وبعدين قال لي انا مش رايح، مش عايز اروح. قلت له ليه يا ميلو؟ فقام قال لي انا قال لي حاجه زي انا هدخل المستشفى تاني، ما فهمتش، كان لسه في السرير. بعدين قلت له قوم يا ميلو مش عارفه ايه وكده، ودخلت انا البس. وبعدين سبحان الله انا كنت the other side من البيت، يعني المفروض ما اسمعش الصوت، سمعت صوت فرمله رهيب. وبعدين مش يعني
في طفل كده كان سمعت قصته مره وكان مأثر فيا. سالنيش ليه، كنت انا فاكره كويس اني كنت بفتح الدرج، فقلت يا حرام هو ده الصوت اللي سمعته مامة فلان. سالنيش ليه، وبعدين لقيت محمد بيجري فجمعت بقى. انا ما لحقتش اشوف السين، يعني انا طلعت لقيت رجل محمد حيفي بيركب جوه عربيه وبيجروا. خلاص قلبي حس، رحت نازله، فاكره كويس اني كنت حافيه وبتاع وجريت، رحت دايركتلي على دار الفؤاد، يعني ما كنتش بفكر يعني. رحت وبعدين لقيتهم ضاربين اللي هو الوقع يعني، بس كان يوم كان صعب خلاص في الارض، بس يعني يوم كان صعب. وقبليه باسبوع كده كنت انا برضو صحيت بعيط، يعني صحيت وهي حلمت ان هو مش موجود قبل الوفاه. بابايا الله يرحمه كان على طول قبل ما يتوفى يقول لي خلي بالك من اسماعيل، خلي بالك من اسماعيل، خلي بالي عمل ايه. ربنا والدك توفى قبلها بقد ايه؟ 3 شهور. يناير 3 شهور، اسماعيل شهر 5، اسماعيل 31/5. لا وهو كان الغريبه كمان اسماعيل كان بيقعد بقى يتكلم انا عايزه اروح لجده. وبعدين لما حصلت وفاة، وكان بقى مدرسين بتوع الحضانه يقولوا لي، كان بيقعد يكلم كتير جدا عن الموضوع، يقول لهم انا جده قاعد في قصر ابيض جميل، انا جده قاعد في مش عارفه ايه. فهو كان شايف حاجه، بس حتى اخر كام يوم انا بوصله الحضانه، ودي كانت حاجه غريبه جدا، انا كنت بنزله على السلم هو كان بيجري يحضن الناس وكده، فاول ما نزل قدامي يروح نازل وبعدين لافف يناديني باي باي كانه بيسلم. وبعدين اخر يوم نزلته فجري حضن حد، فانا دورت خلاص وماشي، قام ناديني تاني قال لي ما تفتكريش ان انا بحبهم اكتر منك، انا بحبك انت اكتر واحده في الدنيا، يعني ناديني تاني رجعت له وحضني. بس هو كان في بينهم وبين بعض بوند طبعا خطير. انا خطير يعني. انا يعني هرجع على اليوم الحادثه، لان انا عرفت الخبر من هشام، انا كنت لسه مش كويس قوي، كان عرفنا بعض فتره قصيره، بس من حسن حظي ان انا قابلت اسماعيل في ماونتن فيو. ايوه صح. صح كان محمد جالنا باك ستيج وصور مع هشام. صح. وانا فاكره كويس قوي ان انا لما شفته سبحان الله هو يخطف القلب، وتحسي ملك يعني، طفل يونيك يعني، طفل مش تحب الناس كلها قوي ومخافش من حد وسلم على الفرقه كلها. و اي جوت ذا تشانس ان انا احضنه واشيله، وبعد كده صورتكم. فبقى في حتى بوند، حتى لو انا شفته فراكشن اوف سكند يعني، شفته وقت قصير قوي. فلما هشام جه حكى لي، انا فاكره كويس قوي ان احنا كنا في مول او حاجه، وانا وقعت على الارض من وهل، من هول الموقف او من هول الخبر، و بقيت عماله شايفاكم انتوا الاثنين قدامي قوي. الواحد لما بيبقى بارنت وعارف غلاوه الولاد قد ايه، بيبقى مش قادر يتخيل. ده حقيقي. ممكن الناس دي تبقى حاسه بايه دلوقتي، او ممكن اصلا يتعايشوا مع حاجه زي كده ازاي، او تموف فورورد في حياتهم ازاي. وخبر هز الكوميونتي كلها، الناس كلها معرفش حد قريب او من بعيد يعرفكوا او ما يعرفكوش، ما كانش بيدعي لكم، ما كانش متاثر بالموضوع. هو كان غريب قوي يعني. والغريب يا ايمان بالنسبه لي في القصه بتاعت اسماعيل بالذات، انتوا تعاملتوا معاها ازاي؟ انتوا ما شاء الله يعني من اكتر الناس اللي انا شفتها مؤمنه بقضاء ربنا في ابتلاء وامتحان بالصعوبه دي. كل كلامكم وكل الطريقه اللي انتوا يو اكسبريس بيها، ولما كنتوا بتكتبوا اي حاجه على فيسبوك كلها الرضا واستسلام تام لمشيئه الله، وفي طمانينه طمنين عليه يعني. دي كانت بالنسبه لي حاجه فاسينيتنج يعني، ما كنتش بحاول افهمها. انا مريت بحاجه شبيهه، ف يعني كانت برضو حاجة تقيلة جدا عليا ان انا اوصل للحاجات دي. بس انتوا ما شاء الله كنت حاسة انه الرضا والتقبل والايمان القوي ده كان حاضر قوي من الاول، من اول الموقف، من اول الموقف، من اول
الخضه الكبيره اللي هي اصلا في العادي بتخلي الواحد يفقد التوازن تماما. وفي ناس بتكويستشن كل حاجه في الدنيا, وفي السؤال بتاع ليه يا رب. بس ده بروسس بيعدي بيه كل الناس. كل ده خلي بالك حصل يعني. انا هقول لك لا فاش يعني ده. لا هو بروسس, كل التساؤلات دي بيعدي على كل الناس. كلام بقى كتب بتاع جريف بقى و 5 ستيبس و 5 مش عارفه كان فاضي. معلش مع احترامي لكل الكتب العلميه والتاريخيه ولا بقى كله جواكي انت ملهاش مانيوال. كل بني ادم اعتقد كمان بيتعامل مع ملهاش مانيوال ده بشكل غير ده حقيقي يعني. وانا فاكره كويسه وان انا اول حاجه عملتها في الاول, طب خلاص انا اهو تمام اعمل ايه بقى, هصحى الصبح اعمل ايه, همشي على ايه, عايزه بقى حد يقول لي اعمل ايه. فكنت بدخل على الفيسبوك بتاعت الناس ذات اي نو اللي حصل لهم كده عشان اشوف هما بيكتبوا ايه, هعدوا بايه. مفيش حاجه. تابوه محدش بيتكلم عنه حقيقي. اللي بيفقد طفله ده ممنوع يتكلم عنه تاني عشان الناس هتقول له بص بقى انت بتعترض تتكلمش اصبر ما تقلبش على نفسك المواجع بتنكد علينا صحرا. قلت انا مش هبقى كده واسماعيل مش هيتنسي وهفضل اكتب لان انا مش اول واخر واحده. انا في بعديه حد واثنين وثلاثه محدش عارف كده. يبقوا اتليست في ريفرنس حد يرجعوا له هو بيعدي يومه ازاي, عنده مشاعر. ايام بروح حفلات وايام بروح عيد ميلادات وايام بنبسط وايام بروح شغلي وبتصور انا رايحه شغلي وايام بسافر انا ومحمد وايام ببقى نيله منيله وبكتب بوست مهببه واعصابي تعبانه ومش عارفه الم ولادي منين ولا اعمل اي حاجه. ف بس كنت حقيقيه قوي يا ايمان يعني. كل حاجه كنت بتقوليها وبتحسيها وبتطلعيها حسينا بكل حاجه. كل الناس حست بكل حاجه بكل كلمه. وكلمه اسماعيل ما يتنسيش او مش هيتنسي ومش هبطل اكتب عنه والناس تقول لي كفايه ده حتى 5 سنين مش يا جماعه هو مش بالوقت. اخويا بقى له 10 سنين وكل فرصه بتجيلي احيي ذكراه بقول لهم انا مش انا يعني انا راضي بقضاء ربنا جدا بس انا رافضه انه يتنسي. انا مش هخليه يتنسي. انا عايز انا واخده عليا مسؤوليه ان انا هفضل افكر الناس باخويا وانه يدعوا له ويفتكروه. وبحس ان انت برضو لما دايما بتفكرينا باسماعيل بندعي لكم يعني وبندعي لاولادكم وبندعي لاولادنا بيبقى ريمايندر باشكال مختلفه. ودايما بيبقى يعني بحسه ريمايندر كده للكونكشن بتاعت الواحد بربنا عامه والكونكشن بتاعت ان الواحد يبقى عنده حاجه تلوك فورورد تو الناحيه الثانيه. طبعا صح. يعني ناس انا كنت بني ادمه بخاف جدا من الموت وبخاف قوي على الناس اللي حواليا والناس القريبه مني ومريت بحاجه شبيهه يعني زي اللي حصلت لمحمد ان فقدت كذا حد من عيلتي ورا بعض في فتره قصيره. يعني خالتي واخويا فرق بينهم شهرين, خالتي الصغيره وكانت فجاه وليفينج 4 كيدز بيهايند. فكانت حاجه برضو صعبه قوي, هزت العيله جامد قوي. وفاكره ان انا مثلا اخويا كان هو المحرم الوحيد اللي يقدر ينزلها وقت الدفنه لان جوز خالتي ساعتها كان عامل عمليه وما كانش قادر واولادها البويز كانوا صغيرين واخويا هو اللي نزلها وبعديها بشهرين كان جنبها سبحان الله على طول. وكانت الم اللي هو تفقدي التوازن بس في نفس الوقت بيخليكي تسالي اسئله كتير جدا حواليكي. احنا هنا ليه, بنعمل ايه, مسؤوليتنا تجاه الناس اللي لسه موجوده ايه, و looking forward لايه. بصي انا هقولك على حاجه يعني المصيبه دايما بتقل, المصيبه دايما انها بتبتدي كبيره وبتصغر. دي لا خالص انا معاك جدا. ده رقم واحد, يا رب ما حد يشوفها في ولادي. ده رقم واحد. امين يا رب. رقم اتنين يعني على فكره انا بقولك كده وانا بتكلم في الحاجات دي انا بتكلم وانا مبسوط. مش يعني في ناس بتبقى وهي بتسالني بتبقى انت هتكلم في ناحيه انسانيه, طب انت عاطفيه, طب انت ممكن تتضايق خالص. انا وانا بتكلم على اسماعيل تحديدا والموقف والابتلاء ان الناس يا رب ما تشوف كده وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى في الاخر هو ده اللي انا عاوز اوصله ايمان ان ربنا كريم فبيطبطب وابتلاء وهو في مكان احسن بكتير جدا من اللي موجود دلوقتي اللي احنا عايشينه. المصيبه زي ما قلت لك دي بتبتدي عمرها كبيره وبتظهر خالص. دي حاجه عايشه معانا. الولاد كانت اهم حاجه عندي. الولاد تعبوا جدا ولادي. اكيد جدا لسه. جدا كنت لسه هسالك ولسه وابتديت ان انا ابعد
يمكن انا ابتديت اركز في الشغل جدا، وهي ايمان كانت محتاجاني في الوقت ده هي والولاد. انا كنت بجري وبشتغل، وعلى طول كنت ساعتها رئيس تعاقدات في النادي الاهلي، بشتغل على طول بجري. رحت طلعت كاس عالم، ابتديت اغطي تلات كاس عالم بحكم شغلي. رجعت شغل، كل اللي بعمله شغل، عاوز اشتغل في نفس الوقت. هيك كل شويه تقول لي انا محتاجاك، انا مش عاوز اسمع. كنتش قادر، بحاول اهرب طبعا، لغايه ما اللحظه دي طبعا قويه انك تفقدي ابنك، بس الاصعب انك تنزلي بابنك، دي صعبه جدا، والاصعب انك تطلعي ابنك تاني. ودي يمكن انت اول مره تسمعيها دلوقتي، او اول مره الناس تسمعها. يعني تنزلي تدفني ابنك ده صعب جدا جدا، ان انت بتسيبيه وخلاص ماشيه، خلاص تحت الارض وانت فوق الارض. الاصعب ان بعد سنين بقى، اتكلم في 5 سنين، بيغيروا مكان او حاجه بالظبط، تنزلي تاخديه من تحت هو وبابايا ومامتي واختي، اروح اوديه مكان تاني. فتبقي انت قاعده. طبعا انا يمكن معرفت الخبر ده زعلان جدا جدا جدا، وايمان كانت زعلانه جدا. يعني مش عايز اقول لها، بس هي لازم حقها انها تعرف. هو انا غالبا اليوم ده عملت فيه اللي ما عملتوش يوم ما عرفت وفاه اسماعيل. طلعتي لا، كنت بخبط دماغي في الحيطان. يعني كتب عليا ادفنه مرتين على حياه عيني ليه؟ وطلعت عمر انا وايمان، كنت زعلان زعل رهيب، وبكلم ربنا ليه؟ كيلو بقى. لا يعني ليه؟ خلاص بقى انا ما استاهلش الكلام ده. يعني في الاخر هنزل اخد ابويا وامي واختي وابني واروح اوديهم مكان تاني؟ صعبه. الفتره دي كان ابن اختي الصغير عمل اوبر هارت، هو اللي عنده 21 سنه، فاحنا كنا معاه في المستشفى. فتخيلي انت في المستشفى وبتطلعي تدوري على مقابر عشان تشتريها. بصي صعب، بس ربنا، انا بس هقول لك على حاجه، ربنا كريم جدا، ففي حاجات بتسهل جدا. ايمان طبعا كانت تعبانه جدا، وانا خبيت عليها الميعاد بتاع انا اصلا روح. سبحان الله، انا كنت يوميها قلت هطلع اقعد يومين في الفيوم قبل الانسيدنت لوحدي، انا بحب اسافر لوحدي. وانا رايحه ففتحه جوجل مابس، جوجل مابس مطلع لي مدافن في طريق الفيوم، رحت عامله سكرين شوت وسايباها. ومحمد قعد يدور، وفي الاخر راح الحته دي من غير ما اعرف. يعني في حاجات مدفن اقرب، ودورت في كل حاجه، وفي الاخر رحت الحته دي، ان هي اضمن، ان اضمن ان حاجه تتشال بقى، ما تتشالش يعني. ما تبقاش مفهوم. ورحت وخلاص واتعمل، واليوم بقى بتاع التنفيذ. يوم التنفيذ ما رضيتش اقول لها، واتفقت مع اخويا ان 6 الصبح هنروح، وكل حاجه الاجراءات ونعملها. رحنا، زعلان جدا. بصي يعني مهما اقعد اشرح للناس، كنا طلعنا عمر قبليها انا وهي ودعينا جامد جدا، بس كنت زعلان جدا جدا جدا. المهم رحت، اتفتحت المقبره، نزلت، كنت اول واحد. قعدت مستني اخويا، ان انا مش قادر انزل، يعني مش قادر انفس. نزلت وطلعت ومستني لغايه ما حصل، وبعد كده في عربيه بتاخد وبتتنقل للمكان. فانا قعدت في الطريق من المكان للمكان حوالي ساعه وعشر دقايق. فانا فضلت قاعد في العربيه لوحدي، ومعايا ابويا امي اختي ابني. فانا قاعد بقرا لهم قران وبدعي لهم وبكلمهم وحاطط ايدي عليهم. بتهيأليش ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يدخل حد لحظه كده. فقعدت اقول، بدل ما انا قاعد بفكر بقى من الناحيه دي، شفتها، انت ربنا جابها لك من ناحيه ثانيه. انت ربنا بعد سنين بيقول لك اهم تاني موجودين، هم انت حاسس بيهم جدا، في حاجات تسلم عليهم وكلمهم، بس تتكلم معهم وتنزل توديهم مكان. وعملت الكلام ده كله ورجعت. وبعد ما رجعت طبعا ايمان طبعا يعني كانت في حاله ان انا ما رضيتش اقول لها، فكان انهيار طبعا. وابني دخل، كان يوم الجمعه، فقعدت اتكلم معاه تقي، وفتحت المصحف. انا دايما المصحف اما ببقى فيه حاجه بروح ماسك المصحف وبفتحه كده على طول، بيطلع لي الايه الحاجه. بص انا عشان كده مخلي التليفون جنبي يعني. فتحت المصحف بالظبط على 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 ده، كان ابني جنبي تقي، وقريتها له وقلتها لايمان يعني كذا حد. بصي، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا
إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون لما يخرجهم يوم تشق فيه الابصار. ده سوره ابراهيم. ففتحت لقيت دي هي دي الطبطبه. بصي انا كنت يعني كنت مضايق جدا، وبعد كده لما قعدت معاهم اتبسطت جدا جدا، وانا نازل مطمن جدا، حسيت بسكينه كده معينه. لا مكان احلى بكتير، مفهوم. المكان ابويا ابني، طبعا مش عاوز اقول كده بس يعني انا ان شاء الله فهيبقى في حضني. يعني هي الحياه كده عموما يعني، بالظبط، ونعمه بالله. مع ان الترتيب المفروض كان ابني ابويا، فلا كده. وراجع عكس ما انا رايح خالص، سبحان الله. ودي ربنا طبطب جامد. وطبعا ايمان قعدت اقول لها الكلام ده، هديت ايمان يعني لا شفت. اسم على مسمى يعني ايمان ده شفت جد. يعني واحد بيبقى له نصيب من اسمه يعني. It's not a coincidence. ان if anything، لو اي حاجه واضحه قوي من كل ده، وهنروح لحاجه تانية كمان حصلت يوم ثانويه اسماعيل، انك عرفتي ان انت كمان عيانه وجالك كانسر 15 رمضان بالظبط. يعني ده يعني ده ايمان ورا ايمان ورا ايمان ورا ايمان. يعني خدتي الخبر ده ازاي ولا عرفتي ازاي؟ لا الخبر ده كان بلاك كوميدي بقى، كان موضوع قلب كوميديا سوداء، لان ده كان تاني رمضان بعد اسماعيل، هو اسماعيل توفى 15 رمضان. فدايما كل رمضان بيبقى صعب عليا، وهو حبيبي كان بيحب الزينة ونولع ويمشي يحط فيش الكهرباء يولع الزينة فكان كل رمضان صعب. مهم رمضان ده كان واحدة صاحبتي هي اللي عايز تعمل تشيك اب، فحجزت لها ورحت معاها. بس قبليها بقى شفت لقطة كده من مسلسل مين رايحة مع مين، فطلعت هي تقول لا يعني اكيد نسبة 1% دي وبتاع. بس فروحت، فهي فالدكتوره قالت لي طب ما تعملي ايمان، تعملي انت كمان، انت بقالك كتير ما عملتيش. انت قلت لها انا عمري ما عملت اصلا، ما بحبش. طب ما تيجي نعمل. بس فعملت، فقالت لي لا احنا لازم نجري. فبترجم بقى لصاحبتي عشان هي صاحبتي قوي، بس هي مش مصريه. يو هاف تو رن. لا انا بكلمك انت، قولها لا كلميها هي 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 شو الرهن، انا مش هرهن. لا انا ما فيش خالص. قالت لي ايمان انا بكلمك انت، قلت لها لا ما تكلميش. انا اليوم ده اي didnt take it well خالص. يعني سبحان الله، لا انا يعني شبه خبطت ظهري في الحيطه، وكنت بقول اي حاجه بقى ممكن. لا انا مش عايزه، انا مش عايزه، انا مش عايزه امتحانات تاني. انا بكلمك انت مش عاوزاني اجي، انت مش عايزه حد يجي. انا تعبت، كنت يعني كنت مش قادره اصدق. وبعدين قبل ما روحت ساتلت شويه، كان اخويا حبيبي اصلا مش عايش هنا وجاي اجازه صغيره، مامتي مش عارفه بقى اقول لمين ايه ولا اعمل ايه. ففضلت ماشيه في كان عندي بقى كذا ستيب، عينه مش عارفه ايه، عملت كل ده من غير ما حدش كان يعرف غير محمد. بعدين يوم بقى زور العينه، من كتر ما انا ان دينايل وعامله بقى بايوبسي وتعبانه جدا، خدت العربيه ورحت معادي الشغل، عملت شغل عادي جدا. وبعدين ابتديت بقى احس ان انيشال محمد عارف لان النتيجه ايه، ابتدى بقى يكلمني كتير جدا، هترجعي امتى مش هترجعي امتى بتاع عايزي. وانا هخلص شغلي بالنسبه لي بقى الموضوع يعني بصي انا نسمه، هي طبعا انا وهي خناقات بسبب الموضوع ده. انا بتعامل معاها كانها انا خلفت 4، فبتعامل هي ايمان الكبيره وبعدين تقي شريفه اسماعيل. هي ما فيش كلام ده خالص، هي منظمه جدا. فهي بتصحى الصبح عاوزه طبعا كواليتي تايم، عاوزه سكادول واضح الساعه كام لكام. هي منظمه جدا، هي كده. انا كل الداتا هنا فبعد يعني، وهي هايبر اكتيف جدا. فالموضوع ما جه بالنسبه لي هو ايه يعني، انا كل اللي معايا مش موجودين. فايه بقى يعني الابتلاء؟ الحمد لله حمدنا ربنا، بس هو ده اللي انا ساند عليها، مش هي اللي ساند عليا. فايه بقى؟ فطبعا ابتديت ابص لها بصه ان هي بنتي بقى الكبيره. مش قادر
مش قادر استحمل. فقمت قلت لاخوها طبعا من غير ما هي تعرف وقلت له نهدى شويه لغايه ما اعرف. كلمت الدكتور طبعا وعرفت بقى الموضوع وهنعمل ايه. طبعا من غير ما هي تعرف بحاول انزل لان هي ذكيه جدا جدا. طب احاول لقيتي كل حاجه من بعيده؟ لا انا كنت لقطت خلاص من قبله قوي ملين عليه كده وخلاص. طب خلاص بقى انا هنزل اخلص شغلي واشوف انا بعمل ايه في حياتي. الكلام ده كان امتى؟ كان من سنتين. من سنتين 20 كان 20 بس سبحان الله اصلا النتيجه طلعت وكل حاجه يوم ثانويه اسماعيل. سبحان الله. الموضوع البروسيس بقى سريع جدا. البروسيس كان سريع قوي بس سبحان الله يعني لما ببص على الموضوع دلوقتي انا كنتش هروح وعمري ما كنت هعمل فولو اب وعمري ما بعمل شيك اب اصلا. طب لغايه دلوقتي ما بتعمليش فولو اب؟ لا انا دلوقتي ما بعملش بس وقتها انا ربنا كان عايز ان انتوا تعرفوا يعني وعرفت في وتعرفوا في توقيت وايرلي ايرلي يعني وكل حاجه. طبعا انا كنت يعني وقتها بقى اللي هو طب انا مش لح احلم يعني انا عايز احلم احلام كبيره في حياتي ويبقى عندي ستيبل وبتاع. وبعدين ساعتها حطيت لنفسي ميشن صغيره بقى قلت خلاص هي ايه شكلها كده تبقى تمشي بقى ايه حبه كده يعني. فحطيت خطوه ان انا اودي ولادي بيتهم عشان احنا كنا سيبنا البيت بعد الحادثه ان هم يبقى في بيتهم مستقرين. انت كي يدخل الجامعه انتوا سبتوا البيت بعد الحادثه ورجعتوا للبيت ده تاني؟ لا ما رجعناش تاني. ما رجعتوش تاني بس سبتوا البيت ده ورحتوا بيت جديد. ما انا اقول لك على حاجه. البيت اللي احنا كنا قاعدين فيه في الاول احنا اول ما اتجوزنا كنا في بيت ما قعدناش فيه عشان انا رحت من الاهلي على طول. كان يوم فرحي رحت اسكندريه تحت بعد كده رجعنا بعديها رحت بقى ساعتها كازما والمصري ولفيت لفه كبيره جدا بعد كده رجعت. لما رجعت كانت ايمان بقى طبعا هي اللي مشطبه البيت الجديد بتاعنا احنا قعدنا فيه اللي اسماعيل تعرف قدامه. اول ما حصل الموضوع ده مشينا. قبل ما نمشي هي كانت كل شويه تقول لي عاوزه امشي من البيت ده. بيت كويس كل حاجه بس كل هي عاوزه تمشي بس لا بس يعني انرجي وال يعني انرجي بالظبط هتبقي حاسه ان انت وانا ببليف قوي في موضوع العتبه والخش. لا هو مش البيت طبعا كان في حاجات كتير وحاجات كويسه بس طبعا. ما تسالنيش ليه اخر كام شهر عاوز امشي. انا عايز امشي من البيت دلوقتي امشي ايه فبيقول لي بعد الصيف. طب استني طب دلوقتي عايز امشي البيت ده في حاجه. بس ممكن اسالك او اسالكم انتوا الاثنين يعني سؤال تقيل شويه. انا عارفه ان الحادثه حصلت قدام البيت وكان في حد انفولفد في الحادثه دي جارتكم؟ لا مش يعني هي جارتنا بس ما نعرفهاش. ايوه انا عارفه بس قصدي ان هي جارتكم ان هي حد ساكن في الكومباوند جنبكم هي اللي تسببت في الحدث يعني. سمحتوها؟ سمحتها طبعا. طبعا. How did you find the اصل في ناس في اختبار زي ده ممكن الموضوع يتقلب بالعكس تماما. بصي انا بعت لها مسج وانا وزرادي انا يعني عايز اعرف انتوا تعاملتوا مع ده ازاي. لا هي خلاص احنا مش يعني هي بعد الانسيدنت في المستشفى وخلاص انا مش شفتهاش تاني. وبعدين اتكلمت عشان تعرف بس بعتت حد تعرف الديه فين الديه. بس سبحان الله كان في رسائل بتيجي غريبه جدا يعني اقابل حد يطلع يعرفها يقول لي دي ما حضرتش مش عارفه ايه لبنتها دي متدمره دي مش عارفه صايمه على طول دي مش عارفه ايه على طول. فاتهتني في يوم كده وانا قاعده قلت اسماعيل هيبقى عايز ايه لو انا رحت. خلاص احنا دلوقتي على الصراط متقابلين عند رب العالمين هيبقى عندي وقت اضيعه واقعد اتكلم معاها واقول لها حصل وما حصلش ولا هبقى عايز اجري بيه وننبسط وخلاص؟ هل هو هيبقى عايز يلوم حد؟ لا. فسبحان الله وانا بقول الكلام ده لقيت واحده بتقول لي بالصدفه ايمان دي فلانه انتيمه حد قريبها بالصدفه. قلت لها بصي هو خلاص الترتيبات كلها بتقول كده. بعت لها مسج وقلت لها ان انا يعني مسامحاكي واكيد اسماعيل مسامحك وانت كنت مجرد سبب عيشي حياتك وقومي لاولادك وكده وخلاص ده مفيش حاجه تتعمل وانا متاكده ان اسماعيل هيبقى مبسوط كده. فهي ردت عليا برضو بجواب بقى طويل كده وانا 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 وبعدين قالت لي في الاخر هو اصلا اسماعيل جالي وطبطب عليا وقال لي هو ايه اللي حصل ومش عارفه ايه. فحسيت ان هي ككل الترتيبات بتقول ان هو بيزقني ان انا قلت هير جو عشان هي تعرف تعيش حياتها تعيش. لان هي ابتلت بشكل صعب قوي بشكل تاني خالص بقى خالص امتحان تاني خالص بابتلاء تاني خالص صعب قوي. سمعتها ساعتها يعني
في اجراءات بتعمل علشان مفهوم. فالاجراءات بتعمل منها الاسم بقى والحاجات دي كلها والتنازل على المحضر والحاجات. وانا هناك دايما بس قبل ما اعمل كده يعني المفروض اعمل كده اوتوماتيك. كلمت ايمان فقلت لها ايه؟ ما رضيتش اقول لها انا ايه؟ قلت لها ايه؟ خلاص بس. لكن انا كنت ان هو هي مالهاش دعوه، هي سبب، هو ربنا سبحانه وتعالى الموضوع كله اكبر بكتير جدا. واحنا بنعرف بعد ما بينتهي تقعدي تبصي على اي حاجه في حياتك هتلاقي ان كل حاجه رايحه في طريق معين خلاص. فطبعا هي بقى ايمان يمكن لا هي شافت اكتر، يعني الناس بتفتكر ان انا الابتلاء بتاعي اكتر على فكره احنا لا يعني انت قلتي جمله ان هو ربنا ما بينزل ابتلاء على حد يكون قادر ان هو اصلا يستحمله. استحمل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بصي هو احنا في انا في يعني ابتلاء يعني ابتليت جامد يعني بس انا مش حاسس ان هو ابتليت جامد على فكره. انا بس بديكي حاجه كده اقولها، بحسس ان هي اللي اكتر مني. ليه؟ يعني فاهمة ليه؟ ايوه هي حاسه العكس وانا حاسس العكس. يعني انا دايما مثلا الحاجه اللي انا ببص عليها ببص على ايمان والولاد. الناس كلها تقول لي اصل انت شفت الحاجات. انا اوكي ماشي بس انا ما بحسش زي ما الناس بتحس، انا بحس هي. ف ان هي برضو السيكونسز اللي حصلت مهما كان اب هي ام، دي حاجه تانية خالص خالص. يعني انا عمري ما اعرف احس الموضوع ده بس هو ده ربنا يعني قايل. والعلاقه بين الام والطفل ايه؟ فدي حاجه. الحاجه التانية ان انا في الفتره اللي حصل فيها دي انا هربت، انا بعترف انا ما كنتش قادر. وهي كانت محتاجه ده نوع من الكوبينج. ما هو كل حد بيكوب مع الجريف، مع انه يفقد حد عزيز عليه باشكال مختلفه. فالهروب ده نوع من الانواع دي نوع. بس انت مسؤوله عن البيت فانت المفروض تلمي. انا مش قادر الم خالص خالص، لدرجه ان انا كنت كل هروبي شغل. انا كنت بشتغل والله نسمة مهما اقول لك ناس كانت تقعد تقول لي ان في كام جمله كده كنت بسمعها من الناس ما فهمهاش. واحد يقول لك مثلا وجع القلب. وجع القلب مش فيه اصلا؟ لا في وجع قلب، في وجع قلب قوي طبعا. بسمع ان مثلا يقول لي انا من كتر التعب نمت. طب ما هو انت يعني انت عادي تعبان فهترجع تنام عادي. لا انا كنت لما بشتغل الفتره دي كانت امنيه حياتي ان انا اشوف السرير، امنيه حياتي ان انا بصلي مش عارف اصلي ولا اشتغل ولا انام ولا ارد على التليفون ولا من كتر ما انا مش عايز افكر ثانيه. هي كانت بتفكر. كنت قاعده اقول لها انت قاعده بقى مع الايموشنز وقاعده. لا انا ما كانش الايموشنز، انا كان بالعكس انا رجعت شغلي على طول وكل حاجه، بس كان في فردين متدمرين ولاد سنهم خطر جدا. تعاملتوا ازاي بقى؟ سني صعب قوي ولا كونسلنج؟ لا هقول لك. وبنتي ايموشن جدا مرتبطه بيه، كانوا بيعدوا ياخدوه من الحضانه طبعا. مرتبطين بيه جدا، فرق 10 سنين، فهم واعيين ومش يعني واعيين، بس الموضوع كبير قوي على فهمهم. يعني هم انتل ناو ستراجلينج بشده، انتل ناو عندهم ابس اند داونز سيفير. مفهوم. ف انا تعاملت على قد امكانيات اللي انا كنت قادره اعملها دلوقتي. انا يعني حد كان قال لي جمله والجمله دي علمت فيا جدا، قال لي انت فكري في الورث اللي هتسيبيه لاولادك، انك في موقف زي ده قمتي وقفتي على رجلك، كنت ستة قوية، فهم لما يكبروا اي حاجة هيعدوا بيها هيفتكروا انت في موقف زي ده كنت عاملة ازاي. فكنت شايفة غير ان انا باين ان انا جامدة وان انا قايمة وان الدنيا الحياة عادية والدنيا هتمشي ويلا نسافر ويلا نروح ويلا نعمل وكده. however في حتة I skipped completely، ان احنا ننهار مع بعض، ان احنا نشار الجريف بشدة مع بعض، ان انا اوريهم الايام اللي انا فيها ببقى بقطع في هدومي وهم يطلعوا كده. كلنا كتمنا عن بعض، كل حد قاعد في ايلاند لوحده كاتم ده مش عايز يزعلني، ده مش عايز يزعل مين، ده مش عايز يزعل مين، ده مين ده لحد دلوقتي. دلوقتي يعني نسبيا بس ابتدينا بقى لا يعني انا هم محتاجين هيلب اكتر، محتاجين يشاروا الموضوع اكتر. لما حصل موضوع تعبي بعد كده هم ممكن يكونوا معبروش، بس هم دي عندهم fear of loss رهيب طبعا اكيد بالظبط. ف
يعني عدوا برضو بحاجات بالنسبه لسنهم لا بس ممكن اقول حاجه صعبه. هو في برايت سايد مش من مش لينا طبعا يعني، هو مش قصدي يعني كل واحد ليه حته يعني مش عاوز اسميها كده بس للناس بقى اللي بتتفرج يعني مفهوم. لا ربنا كرمنا جدا يعني مثلا طبعا مفيش دي قدام دي مفهوم مفهوم برضو. بس هو ربنا مثلا ايمان هي بوليتيكال ساينس اي سي، ما جت اول ما خلصت اشتغلت وبعد كده اتجوزنا لظروف شغلي فهي بطلت شغل وبعد كده رجعت تاني وبعد كده وقفت. لا الموضوع ده هي ابتدت ترجع وهي دلوقتي قويه جدا في المجال بتاعها، هي تتكلم فيه اكتر. انا حاليا دلوقتي قاعده في البيت يعني لسه سايبه. انا قلت لك قبل الحلقه انا جاهزه. بس هي سايبه، هي سايبه بمزاجها عشان الولاد في الظروف بتاعت السفر والتعليم جامعه. فهي طبعا هي ده بارت من الريسبونسابيلتي وده قرارها مش قراري انا. الحته الثانيه ان انا بصي لي ليه ده قرارك بجد. الحاجه الثانيه ان ربنا برضو بيفتحها عليكي في حاجات يعني. انا مثلا انا بطلت كوره، عمري ما بكلم حد ان انا اشتغل في حاجه، عمري ما بعمل كده مستحيل. ربنا بيبعت لك الرزق. لا انا جالي ان انا امسك الاهلي ابقى رئيس تعاقدات، ده منصب كبير جدا طبعا. بعد كده قبليها ادخل في اون تايم سبورتس ابقى محلل، ده حاجه ما انت متسعيش انت مره واحده في دايركش كده ربنا يوديها لك. بطوله عمان. بعد كده بطوله كاس امم افريقيا، انا بعمل حاجه تشاريتي في ماتش فيتقال امسك البطوله. طب انت ايه الكرايتيريا اللي اخترتها؟ لا انت بتتكلم فرنسيه بتتكلم انجليزي لعبت في كل السادات ولا بتطلع بتتكلم كويس فانت هتتعلم. دخلت بطوله كاس الامم، بعد كده التدرج الوظيفي تبقي في الفيفا وبعد كده تبتدي تعمل تاخدي كورسز وتعملي ماستر وبعد كده تدخلي في حته بقى الاداريه بيور. كل ده طبعا من عند ربنا ملهاش علاقه بدي، ملهاش علاقه بس في حته حلوه قوي في الحياه برضو للناس عشان الناس ما تفتكرش ان هو لا لا. هو انا معاك جدا في ده. وانا كان بالنسبه لي the way you carried yourselves انتوا الاثنين من بعد كل ده كان ما هو ان الواحد يقوم وينزل ويشتغل ويربي ويفلفل كل الادوار اللي عليه في الحياه بعد كل الخبطات دي. يعني في ناس ممكن تقول لك لا خبطه زي دي انا مش هقوم بقى منها. طبعا انتوا كنتوا كل مره ما شاء الله تقوموا وبتقفوا اكبر عشان ما بنديش نفسنا عذر يعني. خلي بالك احنا يعني انا وهي اتكلمنا على فكره مش مع بعض. انا كنت بكلم ربنا، كنت زعلان جدا جدا وهي زعلانه جدا طبعا. بس هو في الاخر انا هدي نفسي عذر يعني. انا عاوز اعمل اي حاجه هعمل اقول عشان حصل كذا فانا بعمل. مفيش كده مفيش. انا كنت ببص الموضوع من منظور مختلف تماما. انا كنت بشوف مش عذر وانا مش عذر، هو عايز ايه. هو هيبقى مبسوط وانا ايه، وانا قاعده ماليش دعوه بحد ومعزوله وزعلانه، ولا هو هيبقى عايزني بعمل ايه. هو هيبقى عايزني امه اللي هو سابها، ست طموحه وست قويه وست بتعمل وست بتضحك. وبعدين هو اسماعيل ما لحقش يسيب ورث يعني كطفل. هيسيب ايه؟ انت لو خدتي بالك هتلاقي اي حد بيتوفى ريسنتلي بيبقى دايما في كلمه واحده ريمارك للشخص ده، جدعه اللي كانت كذا كذا. فانا قلت هو ما سابش حاجه، هو كان شبهي قوي، ساب ضحكته. فانا مش عايزه اي حاجه في الدنيا غير الناس تفتكرني بضحكته بس، مش عايزه حاجه تاني. فهو اللي سابه هو اللي احنا بنحاول نكمله، مفيش اي حاجه تاني. انت عارفه ان انا في هقول حاجه كده يعني ما اعرفش بقى يعني. لا لا براحتك. بصي اول مره عملت عمره كان في 2006 تقريبا، 2006. وبعديها طلعت على المدينة وكنت بصلي وعلى طول عاوز موضوع ان انا اجرب موضوع ان انا اروح البقيع فالدفنة فاحضر. فكنت بجري على طول بعد الصلاة يعني بعد صلاة الظهر بعد العصر اجري واطلع على طول مع الناس اللي رايحين على البقيع. لقيت راجل عمري ما هنساه، عمري ما هنسى شكله. بدأ مسك ابنه في ايده صغير بيبي، معرفش كان قد ايه بس بيبي. وراح يدفن. فانا كنت بجري رايح معاهم، بعد كده وقفت قلت ايه الحلاوه دي؟ هو في حاجه كده؟ راجل وشه منور ورايح ويعمل، بالنسبه لي دي كانت حاجه كبيره. وبعديها بسنين كنت رايح العب كوره مره وداخل بيتي، بيتي جنب مستشفى من المستشفيات يعني الاسماعيل برضو
حصل فيها الموضوع ورايحين نلعب. وبعد كده لقيت مره واحده مكالمه ان احمد بلال ابنه توفى. يعني ايه ابنه توفى؟ انا بالنسبه لي كانت صدمه، كنت داخل بيتي. فالمهم جريت على طول، رحت اول واحد وانا اللي غسلت ابنه، ودي كانت اول مره اغسل حد. وبعد كده بقيت خلاص يعني حصل مع اسماعيل الكلام ده، مع انه كان يعني الموضوع ده انا عملته كتير جدا بمختلف الاعمار. يعني طبعا الطفل دي حاجه تانية، هما طفلين، ابن احمد بلال وابني. ابني ما كنتش اقدر ارفع رجلي، يعني اخويا كمل بس انا ما كنتش قادر اقف. واليوم بتاع احمد بلال انا كنت شايف احمد بلال، ربنا طبعا يثبته ويثبت مامته. وهو هو كان قاعد مش قادر يقف خالص، وانا كان واحنا بنعمل كل شيء اقول هو مش قادر يقوم ازاي، مخي مش مستوعب. فدي كانت طبعا يعني من الحاجات الصعبه اللي الواحد اقول انا هل انا تمنيت كده؟ ان ساعات ممكن تبقى الاقدار، مش هقول لك بقى مكروه ولا ما، بس يعني جت فتره لومت نفسي، قلت هو انا ممكن اكون تمنيت الموضوع ده فحصل؟ لا انت ما تمنيتوش، انت ربنا كان بيهيئك لي، كان بيديلك بريفيو يعني ان انت هتتحط في الموقف ده في يوم من الايام، هتتعامل معاه ازاي يعني. وطبعا اعتقد موضوع فقد طفل انا بشوفها بشكل تاني بصراحه، بس يا رب ما حد يشوفها. بس طبعا نفسي. طبعا نفسي ربنا ما يكتبش الابتلاء ده على حد، وقد ايه هو امتحان صعب جدا جدا جدا. انا ام وفاهمه ده كويس جدا، يعني مش بقدرش حتى اتخيله. بس بحس انه اللي مر بالتجربه دي هو عنده جارنتي في الجنه كده، ان في حد مستنيكي على الباب طبعا، هياخد ايدك وايد محمد ويدخلكوا بنفسه. دي في حد ذاتها بحس فيها طبطبه من عند ربنا والليف كبير قوي. ده بتخلي الواحد لوكينج فورورد لايه اللي مستنيه الناحيه الثانيه. خليكي ما تخافيش من الناحيه الثانيه، بتخليكي لا ولا من الناحيه الثانيه ولا من الناحيه دي ولا من اي حاجه. لا انا هفضل حقيقي. خلي بالك انا مشاكلي كلها في شغلي، انا اسف ان انا قطعتك، يعني ما بخافش خالص. ده حقيقي يعني بعض يقول يا جماعه دي حاجه انا انا العكس يعني بحبها جدا. انا الصراحة بقيت يعني بالعكس، انا حته الخوف عندي بقت جامده جدا، وده غصب عني يعني، اللي هو لا انا الدنيا مش خايفه منها، بس يعني لا فاهمه اكيد. ما هو يعني ما هو عشان مش مأمنه لها مش مأمنه لها، فاهمه جدا. بس يعني اعتقد اللي انا عايزه اقوله في حته ان الواحد بيبص الناحيه الثانيه ازاي، او في ناس كتير قوي لما بتتحط في الاختبارات دي بتضل الطريق، يعني بتضل الطريق تماما، يعني بيبقوا في حته ممكن نقول وحشه دارك، ممكن يتجهوا اصلا ان هم يبقوا ناس مش كويسين، يبقى عندهم نوع من الريزنتمنت للحياه ولكل اللي حواليهم، يبقى فيه الغضب هو اللي مسيطر عليهم. بس انتوا دايما بتدوني impression of ما شاء الله، يعني ما شاء الله السكينة والرضا جدا والإيمان. وانا هفضل اقولك اسمع على مسمى فعلا، ودي حاجة if anything I believe انها يعني علامة كبيرة قوي من ربنا انه احنا ماشيين في الامتحان مظبوط، او يعني عارفين نجاوب ولا تفتننا بعده. طبعا وربنا يثبت قلوبكم وقلوب الناس كلها. بيجي لحظات الزعل عشان أكيد. برضو اي حد بيسمع واي حد يبقى عارف. كنت عايزه اسالك ان اكيد لحظات الزعل حاجات بالحجم ده بتبقى صعبه جدا طبعاً. ودارك جدا طبعا. ومشكله ان زي ما بقولك هي مش موضوع، مش عشان هو تابوه، هو كمان كل ما يعني انا في ناس مش هنسى وشوشهم من كتم هما كانوا بيهذبوني في وقت مش وقت التهذيب. عارفاهم يعني انا بعيط وبقول قلبي وجعني ضنايا. يا جماعه هو اعلم اللي جوايا طبعا، هو اعلم. هو اللي يعني لما بتمسكي ابنك تضربيه علقه تحطيه في الاوضه، انت اللي حاسه بيه. فبتيجي اللحظات وبيجي اوقات ببقى مش عارفه اروح فين، في اوقات تانية ببقى
احكي عن موضوع اسبانيا. هو بيبعت مسجز بتيجي، هو بيبعت اشارات رهيبه. انا ده سبحان الله، انا لسه كنت هسالكم هو بيزوركم؟ لا بصي هقول لك، هو اسماعيل زيارته خفيفه قوي يا حبيبي، نفسه عزيز علينا قوي فعزز عليا قوي. لا البيت الاول وبعد كده ادخلي على موضوع اسبانيا. هو اسماعيل في حاجات بيعملها اللي هو ببقى ساعات مش مصدقه، انت لو سامعني في اللحظه دي مش هتعمل كده. في وقت بالمناسبه من لحظات، مش الشكوك، لحظات المخ هيضرب فيها، مفهوم، ونمت بالليل وقعدت اقول يا رب يعني اديني اماره انا هتجنن، ونمت وكان اول مره اشوفه رؤيه حق. انا قاعده على حاجه عاليه وهو في وسط اطفال، وبعدين قال لي مامي عارفه سيدنا علي؟ فبقول له ايوه يا اسماعيل عارفاه، ماله؟ انا مش عارفه قلت له ايه، هزر معاه. فاسكت، يقول لي انت عارفه سيدنا علي؟ قالها لي ثلاث مرات، عشان قصه سيدنا علي قصه مؤثره جدا، وهو شخصيه قويه جدا، وكان كاتب بيكتب كويس قوي، وكان كلمته وكان قوي جدا. فهو ما قاليش سيدنا محمد، يعني ما قاليش سيدنا فلان، هو قال لي سيدنا علي لقصه معينه هو عايزني انا اعرفها. لقيت ثلاث مرات وقلت لا خلاص. في مره بقى تانية كنا في اسبانيا، وهو يا حبيبي اسبانيا يعني ليه تبقي ماشيه في الشارع فتلاقي حد عامل اسامي بالكرافت وتلاقي اسماعيل في اسبانيا ليه؟ سبحان الله. فماشيه، فانا وتقيه ابني وماشيه، وبعدين الاسامي بقى كلها كده اليكس بقى اول واحد في وشي اسماعيل. اسماعيل، وبعدين اسماعيل كل البورتفوليو اللي سايبه من الحضانه كان كفوف ايديه، فكنت حتى دايما عايزه اطبعهم. فالست خدت الاسماعيل بتحطه جوه كيس، لقيت الكيس كله كفوف. كفوف، انا رجعت لي بيها. لا ده انت بتهزر بقى. انت عامل لي خدعه هنا. كانت هي وابني، وقالت رجع لي بتحكي لي موقف، ورجع لي بقى فاللي هو ايه ده مش طبيعي. وبعدين حتى بيتنا احنا بعد ما مشينا رحنا بيت على طول بسرعه، كان يعني لغايه الحمد لله ربنا كرمنا واخدنا بيت تاني كنا بنشطبه. فكان في حاجه غريبه جدا، على طول في البيت واحنا بنشطب في عصفوره جوه البيت. بعد كده اما ركبنا الازاز لغايه دلوقتي هي ممكن اوريكي فيديوز. هي موجوده عندي على الانستجرام، هتلاقيني بصورها شبه يوم لا هي واقفه على شباك. لا ده يعني مش قادر اقول لك. وبعد كده العصفوره دي موجوده كل يوم، وبعدين هي غالبا عبيطه ولا مش هتعتبر في الازاز كتير جدا، بس هي واقفه كل الازاز معلم. وانا مش راضي، بالعكس هي سايباها. وجابت صحابها بقى كمان، وكمان حد كان بيعمل بينتينج، فبالصدفه انا ما قلتلوش اي حاجه، فهو قرر يعمل البينتينج في اسماعيل. ففور سام ريزن البينتينج عباره عن لا إيه؟ عن العصفوره. لا الاول الراجل ده حد مشهور قوي يعني، معرفش ينفع اقول اسمه ولا لا. ينفع ينفع مفيش مشكله. كلي قاسم، فهو من الناس، هو اسكندراني وفنان كبير جدا، وانا ماليش في يعني انا الحته دي حته الارت يعني الارت دي ما فهمهاش قوي. برسم كويس، صور الهرم، شجره، البحر، البيت اللي فيه مدخنه معروف، والراجل اللي هو عصيان ده. لا وبرسم حلو. وبعدين هقول لك على حاجه، احنا في الاستوديوهات ساعات بقعد ارسم، انا لو شفت حاجه هرسمها لك بالظبط كوبي بيست. ولقيت بنتي دلوقتي بترسم طبعا ما شاء الله احلى بكتير جدا. فلقيت ايمان كل شويه على الانستجرام توريني حاجات، ايه رايك ايه رايك؟ فلقيت ابص لقيت لا الرسم مختلف جدا. فاحنا بننقل البيت، فانا عاوز اعمل لها مفاجاه، فقمت بعت له على الانستجرام انا فلان فلاني وعاوز اكلم حضرتك ويا ريت كذا بس. والراجل تواصلنا وقلت لها وجالنا وكل حاجه وجالنا البيت. وقال انا ما بعملش حاجات بيرسونلايز، انا لا الاول هترسم. فطبعا هي عارفه ان انا هقول له مثلا انا عاوز يعني سوري يعني انا فلاح جدا، فاقول له لو سمحت انا عاوز تابلو كذا كذا. ف انا مش مرتب، بس حكيت له حكايتي. قلت له بص انا البيت ده احنا داخلين فيه ومعايا ولادي، بس في ولد مش موجود وهو ده كذا 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 كذا، وانا عاوز يبقى موجود، انا مش حاسس بيه وده بيته، فاعمل ايه؟ انا عاوز ابني، عاوز اشوفه بس مش عارف اشوفه. فهو عمل لنا تابلوين، فالتابلوين بقى ممكن هي ايمان تكمل موضوع العصفوره يعني، بس انا قلت لازم يعني في واحد يعني سيمبوليك ان هو في الجنه وان احنا اراوند، بس في واحد كان هو اسماعيل شايله عصفوره وانا ما قلتلوش خالص اي حاجه عن العصفوره خالص. هو رسمها تيبيكال
وشايلاه وهو كانه هو يعني رايح للعصفوره بوشه يعني هيز اجرين تو جو ومحضوم من العصفوره. فانا هو انا حكيت لك على موضوع العصفوره قال لي لا هو مال العصفوره. فحسيت ان هو ساعتها هو مفيش يعني هو كل حاجه مربطه بكل حاجه, احنا بس اللي محتاجين نشوفها يعني نركز في التفاصيل بالظبط. واتعملت هو عمر في حياته ما عمل كده, قال لي عمر في حياتي ما عمل, دخل بقى وعمل ريسيرشز ودخل على الانستجرام بتاعي وجاب ولادي كشف ولادي, جاب ولادي وابني وبنتي واقفين. يعني انا هوريك الصور, الناس مش هتصدق الناس ما ان ده كده عملهم حتى بالسواتشيرت اللي ابني لابسها ابني كل حاجه. فعمل حكايه للاثنين للتابلوين وبقيتوا حاسين بال موجود. خلي بالك ده احلى, انا بالنسبه لي احلى حته في البيت. يعني انا بعدي ما بنقعدش فيها كتير, بس انا بالنسبه لي ان انا ادخل البيت على طول ابص عليها هو موجود, هو ده موجود, موجود بطريقه مبهجه يعني موجود بطريقه حلوه. يعني انت بتخشي تشوفيه تفرحي, مش اللي هو حاجه حزينه او كده, لا هو بهجه البيت زي ما هو. طيب انا يعني طبعا احب ان احنا نفضل نكمل كلام معاك, والصراحه لو اي حاجه يعني هو يضيء القلب, حاسه بنور كده من جوه مع انها قصص صعبه, قصص تقيله. بس عايزه اختم بحاجه ممكن ما كنتش سالتها لاي حد من الضيوف قبل كده, بس عشان انتوا اتحطيتوا فعلا في امتحان اعتقد انه طالع منه دروس في الحياه كتير قوي. ايه الدرس او بلاش نسميه درس, ايه الحاجه اللي انتوا ممكن ترفلكت اون بعد الرحله دي كلها حاسين انها ممكن تفيد الناس اللي بتمر بظروف شبيهه زي دي؟ ايه الحاجه اللي انتوا مخلياكوا ما شاء الله مع بعض, ما شاء الله a stronger family, ما شاء الله ناجحين في مجالاتكو, وان شاء الله تفرحوا بولادكو وتخرجوا ويتجوزوا وتشوفوهم احسن ناس. في حاجة اكيد لمساكم انتوا الاتنين مخلياكم قاعدين قدامي النهاردة ممكن نشارك مع مش عارفة او محمد ايه كل واحد يقولها من البرسبكتيف بتاعه. انا اقول بس انا البرسبكتيف بتاعي في اي حته بروحها في اي مكان في اي حاجه انا هسيب ايه, الناس هتفتكرني بايه, ما اذيش حد, ضايقش حد, اساعد على قد ما اقدر. يعني اللي هسيبه هو ده يعني هو اسماعيل مشي خفيف وساب حاجه خفيفه. كام حد بعد كده شفناهم بيسيبوا ايه, في ناس الناس بترحم عليهم عادي وتقول كذا, وفي ناس الناس بتفتكر لهم حاجات كونسيستنت وبتبقى فعلا شبه بعض. هي دي اكتر حاجه علمت فيا, يعني في ناس فعلا بيسيبوا ورث بيبقى قوي جدا. عارفه مش بيقول لك الانسان بينادى في السماء باسم معين, هو ده. فدي حاجه انت نفسك تعملي كده لاولادي لجوزي ولصحابي لأي حد أنا دخلت حياته حتى لو 5 دقايق بس. وانت يا محمد؟ بصي أنا اللي موقفني على رجلي هو ربنا سبحانه وتعالى, طبعا بصلي بقعد أكلمه كتير يعني, وهي متعرفش, هي مش ما بتصدقش, بس هي اللي موقفاني على رجلي, فهي فاكرة إن هي اللي سند عليا. لا لا خلاص, هو يعني فانا بعملها كانها بنتي, ده حقيقي 100% يعني, وهي بتتخنق جدا من الموضوع ده, بيحصل مشاكل كتير بينا, بس هي في عيني هي كده, فهي هم دول اللي موقفيني. طب انا بعمل ايه؟ بصي انا هي اكتر واحده بتقعد تقول لي الكلام ده, يعني انا من جوه بسامح قوي قوي, يعني من الناس اللي بتسامح يعني وبنسى. دي قوه. دي فعلا قوه يعني. فساعات بتستغرب تقول لي انت يعني بتسامح قوي, اقول لها انا بنسى فعلا, بنسى بسامح, ما بقفش عند حاجه, بحب اتعامل مع الناس كلها. ايمان يمكن استغربت كتير جدا, احنا متجوزين الحمد لله ونعرف بعض بقالنا كتير, اي حاجه اقدر اخدم بيها الناس بخدمها, اي حاجه. بصي حتى لو حد ما اعرفوش, اي حاجه اقدر اسعى, حتى لو ممكن شكلي يبقى وحش في وقت معين لما في زن او في طلبات اكتر بحاول اعملها. ده اللي بيديني ان انا لا انت لسه تكمل. انا فاكره موقف على فكره حصل, كان امتى في اني ماتش
كان في طفل عنده داون سيندروم كان عنده امنيه ان هو يطلع مع الفريق. صح. وانت كنت سبب في ان ده يتحقق. لازم يتحقق، هو مش سبب، هو لازم يتحقق. هو انا في الاخر احنا يعني الولد ده اتحقق، وفي ولاد تانية على فكره حصل حاجات، ان احنا كان من ضمن الكوره البطوله احنا عاوزين فوتبول فور كوز. طب ايه الكوز؟ الكوز ان انا في الاخر واحد يطلع يقول احنا كسبانين، مش هو ده خالص. الولد صغيرين، في ولد فقد بابا كان بطل جيش وحصل لا يطلع مع مامته، الولد ده يطلع. في ولد تاني رحنا مستشفى بوريش والولد ده كان ربنا يعني يا رب يكون عايش، ان هو كان وقت معين وكده ونزل وعمل حاجات صعبه جدا. وعند على فكره احنا حكايه صغيره جدا من حاجات اصعب بكتير يعني ربنا يعني ولا حاجه اكيد. فاللي موقفني هم ربنا سبحانه وتعالى ويقيني بيه والانسان اللي قاعده جنبي دي طبعا. والحاجه اللي انا بعملها انا بحاول دايما اعمل خير كتير قوي، حاول قدر المستطاع، حاول اسامح الناس قوي. اما بزعل ان انا عصبي جدا بزعل ممكن دقيقتين ثلاثه يعني، كنت ما انت بعرفه الكلام ده. وبعد كده ما يبانش عليك يا محمد انك عصبي. عصبي عصبي وحقاني قوي فما بعرفش مفيش الرمادي. مفيش. وحتى بقول اللي في قلبي وممكن يدخلني في مشاكل، بس في الاخر برجع ببص في مرايه بحترم نفسي. والحاجه اللي انت قلتيها يمكن هي ممكن ايمان يعني قالتها بمفهوم تاني او منظور تاني، ان هي بتخاف شويه من الحياه. انا ما بخافش من الحياه خالص. انا قلت لك انا نزلت بابني وطلعت بابني، فهخاف من مين؟ هخاف ان ممكن حد في حاجه في الشغل تحصل، اخاف الناس تتكلم. طب ما انا في الاخر انا مش شايف. لا انا بخاف على اللي بحبهم. انا مش شايف وهفضل اخاف على اللي بحبهم. مفهوم طبعا. يعني انا بخاف على اللي بحبهم وده اللي بيخليني، وهو ده اللي مخليني مثبته يعني. يعني يا نسمة انا ما كان ممكن عادي جدا وقت ما عرفت ان انا تعبانه احس ان خلاص يعني سرندر بقى تبقي تستسلمي تماما. بالظبط. انت صحتك عامله ايه دلوقتي؟ انا كويسه الحمد لله. يعني خلاص بقى بس يعني بقيت الحمد لله كويسه. انا عاوز اقول لك الدكتور هو اللي بيكلمني. هو اللي بيكلمني يدور عليا. يعني لا انا مش هتيجي تعمل تشيك اب. لا 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 يقول لي هي كويسه. طب انتوا كويسين؟ طب انتوا شايفين؟ طب انت انا بشوفه اصلا بتخض. بتخيل. فيقول لي انا بطمن عليكم. طب يا ابني تعالى. فنروح عقبال ما اجيبها طبعا يكون بقى مثلا عملت التشيك ابس من 6 شهور، فيقول لي الحمد لله المريضه كانت كويسه قوي شويه. 6 شهور هي الخطا. وخلي بالك كل شويه. خلي بالك انا قلت على حته ان الواحد بيحاول يساعد الناس جدا. دي انا هي. انا فاهماها جدا لان انا هي. مشيت بنفس المدرسه اللي انا بقى. هي بقى يعني انا بقى يعني شهادتي مجروحه طبعا، بس انا اقول هي مش هتقول هي بتساعد اي حد اي حد، ومفيش مشكله ان هي تساعد اي حد. بس هي النقطه بقى ان هي بتساعد اي حد على صحتها، فدي حته بنقف يعني زي الفل اهو يا ناس. ممكن تعمل اي حاجه بجد، اي حاجه، ان هي في الاخر هي متعتها في الحياه ان هي تشوف الناس اللي قدامها مبسوطين ومرتاحين. فممكن ابقى انا هي تعبانه جدا وكانت في وقت من الاوقات كنا عاملين عمليه يعني كانت تعبانه، لا تقوم تعمل الاكل وتبص على الاولاد وتعمل وترجع وتقعد، عايزه تروح الشغل يعني ناس طالع نار من بقها وتعمل فهي بحمد ربنا طبعا الحمد لله يا رب الحمد لله على كل حال. ويعني طولنا عليكي جدا بس الحمد لله. بالعكس ده يعني ممكن اقول من اكتر الانترفيوز اللي انا كان نفسي اعملها بقالي كتير، وعارفه ان كل حاجه كانت بتوقيت وبميعاد وابقى انا ريدي وانتوا ريدي ان يعني كنت عارفه انها مش هتبقى قاعده سهله، بس هي الحمد لله عدت سهله. ويا رب انا ما كنتش تقلت عليكم قوي في الكلام. بالعكس. ومتشكره على ثقتكم قبل اي حاجه، ومتشكره ان انتوا نورتوني في البودكاست بتاع ذا ستوري، لانه انا جزء كبير جدا من ان انا عملت البرنامج ده هو ان انا كنت عايزه احكي قصص حقيقيه من غير ما تبقى فيها اي رتوش او اي تجميل، تبقى زي ما هي، زي ما عشناها، زي ما حسيناها، زي ما اتوجعنا فيها، وزي ما عدينا بيها وخرجنا منها وقفنا على رجلينا تاني حلوها ومرها. فشكرا قوي على كل حاجه النهارده اتقالت. وتعيشوا وتفتكروهم كلهم وتدعوا لهم. وشكرا جدا. ميرسي يا نسمة.